مشاهدينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد، والتي سنتناول فيها الملف السوري في آخر تطوراته الإقليمية. وفي عناوين حلقتنا لهذا اليوم: وزير الخارجية السعودي يقول نحن بحاجة إلى استقرار سوريا. ولدينا أيضا في هذه الحلقة تلميح سعودي برفض موقف الإمارات المعارض لقانون قيصر الأمريكي. وأيضا، هل تعبر تصريحات وزير الخارجية السعودي عن تغير سياسات الرياض في الملف السوري؟ وكانت هذه التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في لقائه بقناة CNN قد لاقت اهتماما واسعا بين الأوساط والنخب السورية من المعارضة وكذلك الموالية لنظام الأسد. وأثارت هذه التصريحات جدلا بسبب ما بدا تغيرا في السياسة السعودية حيال الملف السوري. بن فرحان ولأول مرة يستخدم توصيف حكومة الأسد بدلا من استخدامه توصيفا سابقا للمملكة العربية السعودية كانت تقول فيه النظام السوري أو نظام الأسد، قائلا في هذه التصريحات: المملكة تأمل أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي، لأن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا. وردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تخطط للتواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد، قال بن فرحان إن هناك عملية ترعاها الأمم المتحدة بحيث تنخرط المعارضة مع الحكومة السورية، موضحا أن السعودية تدعم هذه العملية السياسية. وفيما يتعلق بالحل السياسي، قال وزير الخارجية السعودي نحن بحاجة إلى استقرار سوريا، وهذا يتطلب حلا وسطا من قبل الحكومة السورية، ويتطلب تضافر جهود الحكومة والمعارضة حتى نتمكن، كما قال، من المضي قدما في عملية سياسية يمكن أن تحقق الاستقرار. أيضا ومن ضمن تصريحاته حول ما إذا كانت السعودية تؤيد قرار الإمارات بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، أشار الوزير السعودي إلى أن هذا القانون أمر اتخذته واشنطن فيما يتعلق بموقفها من سوريا، والشيء المهم الآن هو معالجة القضية الأساسية وهي إيجاد حل سياسي. ربما في آخر التصريحات البارزة لوزير الخارجية السعودي قال إن المملكة حريصة من بداية الأزمة على إيجاد سبيل لإيقاف النزيف الحاصل في بلد شقيق ومهم، وقال نحن حريصون على التنسيق مع جميع الأطراف بما فيهم الأصدقاء الروس. هذه التصريحات التي لاقت اهتماما كبيرا سواء لموالين للنظام أو معارضين له، نحاول قراءتها في إطار تغير ربما يكون أشمل فيما يتعلق بالملف السوري. أرحب بانضمام باسل حفار مدير مركز إدراك للدراسات معنا عبر سكايب. أستاذ باسل، بداية أهلا بك معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. وزير الخارجية السعودي يقول إن بلاده تأمل أن تتخذ حكومة الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي بشأن هذه الأزمة الممتدة على مدار 10 أعوام. في أي سياق بداية يمكن قراءة هذه التصريحات؟ نعم، بطبيعة الحال هذا النوع من التصريحات ليس حديثا، وإن كان بدأ يعني يأخذ في الفترة الأخيرة حالة أكثر وضوحا، يعني بدأ يتم التصريح باحتمالية أو بإمكانية أو بالرغبة بفتح علاقات مع الحكومة السورية أو حكومة النظام بشكل صريح، بينما كان في الفترة الماضية قبل سنوات يتم التحديث بهذا والتعريض به بطريقة غير واضحة كما الآن. أعتقد أنه الأمر يأتي في سياق إقدام النظام أو حرصه أو إصراره على إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو يرسل رسالة إلى أن هناك منطقة على الأقل من سوريا ستبقى تحت سيطرة النظام بشكل أو بآخر، أو سيحرص النظام وداعموه على أن تبقى تحت سيطرته بشكل أو بآخر. وهذا يعني يدفع بعض الدول من ضمنها بعض الدول العربية إلى البدء بالتفكير بالتعامل مع النظام كحالة كأمر واقع ضمن ترتيب معين أو ضمن إطار أو تفكير معين.
لكن أمل السعودية في أن تتخذ حكومة الأسد الخطوات المناسبة للحل السياسي؟ وإن كنت أشرت أستاذ باسل إلى أن هذه التصريحات ليست بالجديدة، وأن التوجه على الأقل السعودي ليس بالجديد، فكيف ذلك بعد أن كان يطالب وزير الخارجية السعودية السابق عادل الجوبير بضرورة رحيل النظام أو بشار الأسد تحديدا سياسيا وعسكريا كما كان يقول؟ الآن تتغير هذه اللهجة. هي الحقيقة لم تتغير الآن، هي تغيرت منذ فترة، والسعودية بنفسها رعت اجتماع المعارضة اللي هو اجتماع هيئة التفاوض، اجتماع هيئة التفاوض المعارضة السورية رعته المعارضة رعته السعودية، وهو يعني مسار حل سياسي قد لا يتضمن بالضرورة رحيل النظام أو لا يتضمن رحيل النظام بشكل كامل، ويشير إلى إصلاحات داخل منظومة النظام بشكل معين أو بنسبة معينة، وبالتالي هذا التغيير ليس حديثا. الأمر الآخر أن السعودية دائما تقرن عملية التعامل مع النظام بالمضي في مسألة حل سياسي. النظام من وجهة نظره ينظر لأي عملية حل سياسي على أنها عملية يعني تنحية له كتحصيل حاصل، بمعنى أن النظام ينظر إلى أي عملية مشاركة بالسلطة أو عملية تغيير في بنيته أو أي عملية إصلاح في الأجهزة الأمنية على أنها بداية انهيار أو بداية تفكك للنظام بشكله الحالي والانتقال إلى شكل آخر من أشكال النظام ولو بعد حين. لكن هذه التصريحات إلى أي مدى أستاذ باسل من الممكن القول أنها تأتي في إطار ربما حتى أوسع أو أشمل من مجرد المملكة العربية السعودية، في إطار خليجي؟ نحن نعرف أن الفترة الماضية شهدت عودة الإمارات إلى دمشق عبر السفارة، تبعتها كذلك البحرين، نداءات من أجل ضرورة عودة سوريا كذلك إلى الحضن العربي ومن بوابة الجامعة العربية، واليوم حديث علني للمملكة العربية السعودية. نعم، هي ليست خاصة بالسعودية، صحيح هناك إطار خليجي وإطار عربي أيضا لهذه الدعوات مع اختلاف في طبيعة الطرح. يعني بعض الدعوات مثلا الأردن التي نادت في فترة من الفترات بالانفتاح على النظام السوري، مقاربتها أو نظرية أو نظرتها لعملية الانفتاح وما يجب أن تكون عليه مختلفة لما هو عليه الطرح الإماراتي أو البحريني. الطرح السعودي ما زال يعني غير واضح تماما، بمعنى أنه إذا تم أو حصلت عملية انفتاح من نوع ما على النظام فإن هذا الانفتاح سيكون بأي مستوى، إلى أي حد، هل سيشمل عودة النظام إلى الجامعة العربية أم لا، من سيشغل مقعد سوريا فعليا في الجامعة العربية، إلى أي حد هذا الانفتاح سيكون مرتبط بتقدم النظام بحل سياسي، بمعنى هل سيكون هناك خطوات مسبقة مطلوبة من النظام أم خطوات لاحقة، هل سيقتصر الانفتاح على القضايا التجارية وقضايا السفر والسياحة والسفرات وتسهيل استصدار الوثائق أم أشياء آخر، كل هذه أمور غير واضحة. وبالتالي يعني بالحالة السعودية عموما ما زالت التصريحات غير واضحة إلى أي حد، أن الحديث عن الانفتاح هو إلى أي حد سيمضي به أو إلى أي حد ستمضي به السعودية في عملية الانفتاح، لكنه بالتأكيد كما قلت قبل قليل ليأخذ منحا مختلف إلى حد ما أو متطور أو متقدم أو واضح أكثر بكثير عما كان عليه الوضع في السنوات السابقة. نعم، طرحت الكثير من الأسئلة أستاذ باسل، هي فعلا بحاجة إلى إجابة، لكن اسمح لي أتوقف قليلا مع حضرتك في أحد التساؤلات، إذا ما كانت فعلا هنالك عودة لسوريا إلى الحضن العربي مرة أخرى عبر بوابة الجامعة العربية، ما الذي يمكن توقعه في هذا الإطار، خاصة وأن الأسباب التي خرجت على إثرها سوريا من الجامعة العربية لا زالت قائمة إلى حد اليوم؟ يعني هو مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية أظن أنها يعني ليست بالمسألة السهلة، وصحيح أن هناك طروحات ليست بالسهلة، تصريحات ليست بالبسيطة من جهات مسؤولة مهمة في المنطقة في هذا الاتجاه، لكن هناك أيضا عوائق كبيرة جدا وفي مقدمتها النظام نفسه. النظام في سوريا لا زال يظهر عداوة وصدام واسع كبير مع العديد من الجهات في المنطقة، مثل السعودية نفسها، مثل الجهات الخليجية بشكل عام، مثل قطر، مثل حتى الأردن ودول أخرى، هذا عدا عن خلاف النظام مع المحيط الإقليمي، وفي مقدمة هذا المحيط الإقليمي تركيا، وهذا يجعل النظام في وضع ليس وضعا دبلوماسيا أو وضعا سياسيا يسمح له كثيرا أو يهيئه كثيرا للانفتاح بشكل حقيقي على الجهات الأخرى. أنا أعتقد أن الطروحات باتجاه عودة النظام باتجاه
إلى الجامعة العربية، الانفتاح على النظام، حتى الطروحات المتعلقة بفتح الحدود التجارية مع النظام أو السفر أو غيرها، هي تنبع من أحد محورين، إما محور هو مؤيد للنظام وجزء من تحالف النظام وروسيا وإيران، وفي هذه الحالة نحن نتكلم عن العراق ولبنان بشكل أساسي، وأما من دول ترغب بتحقيق تقدم سياسي معين، وبالتالي هي تمني النظام بمسألة العودة إلى المنظومة العربية في مقابل أن يمضي النظام مرونة اتجاه العملية السياسية بشكل أكبر. وهذه الدول تتضمن بشكل أساسي مصر والسعودية ودول أخرى. النظام فيما يخص المحور الأول أو الجهة الطرف الأول أو المنطلق الأول، هو حاول فعليا أن يفتح الحدود، يعني هناك اليوم حدود مرسمة ومفتوحة مع العراق، لكن حجم التبادل التجاري والحركة بين العراق وبين سوريا ضعيف جدا جدا، بفعل ضغوطات وفعل ترتيبات دولية تمنع أن يكون هناك حركة حقيقية باتجاه النظام وتدع النظام وتترك النظام في إطار المحاصرين. أما بخصوص المحور الثاني فلازال العائق الأساسي هو قانون قيصر. قانون قيصر يمنع هذه الدول من أن تتخذ قرارات بنفسها باتجاه الانفتاح على النظام من عدمه. قانون قيصر يحدد الحركة والتعامل مع النظام ويمنع الدول من الانفتاح، وهذا الأمر صرحت به هذه الدول نفسها ومقدمة الإمارات قبل فترة عندما قالت أنه قانون قيصر يمنعها بشكل كبير من إحداث أي انفتاح حقيقي مع النظام في سوريا. لكن في كل الأحوال أظن أن الأرضية التي تستند لها هذه الدعوات من الطرف الخليجي والطرف العربي بشكل عام هي عملية تمنية للنظام بأن يقدم على إجراءات سياسية أو التفاعل أو إظهار مرونة أكبر مع الحل السياسي في مقابل أن يكون هناك نوع من الانفتاح أو التعامل معه من المنظومة العربية. نعم، الإمارات فقط إعادة لما تفضلت به، هي طبعا تطالب بإنهاء العقوبات المفروضة على النظام عبر قانون قيصر. صحيح. لكن كيف قرأت أستاذ باسل إجابة الوزير الخارجية السعودي عندما سئل في هذه النقطة تحديدا وأجاب؟ يعني هي بدت كأنها معارضة للموقف الإماراتي، لم تكن مؤيدة له، اعتبرها شأن أمريكي، قال هكذا أمريكا باختصار، يعني قال هكذا أمريكا تريد أن تتعامل مع الملف السوري، بمعنى هي حرة، هكذا قال. أنا يعني حضرت المقابلة مع CNN، أظن أن الأمر جاء في السياق الآخر، هو أراد التقليل من شأن هذه العقوبات، بمعنى أنها عقوبات مفروضة بشكل طرفي، عقوبات وكأنه يقول هي عقوبات فرضتها أمريكا دون التشاور معنا أو العودة إلينا وليس بالتنسيق معنا، وبالتالي نحن لسنا مؤيدين لها بشكل كبير أو لسنا معنيين بتقييمها بشكل كبير، وكأنه يقول هذا الكلام، وقال أنها عقوبات أمريكية وليست عقوبات دولية أو عربية. ومغزى الكلام أو السياق الذي فهمته من كلامه أنه ينظر لها على أنها عقوبات من طرف واحد أو من طرفية خاصة بالحالة الأمريكية، وبالتالي فإن المنظومة فهو يؤيد التصريحات الإماراتية أو ينظر لها بإيجابية، بمعنى أنه يؤيد فكرة إعادة النظر في هذه العقوبات وتقييمها على ضمن إطار أشمل، ضمن إطار إقليمي أو دولي. اسمح لي أستاذ باسل، قبل الحديث في مقاربة الحل التي من المتوقع أن تطرحها المملكة العربية السعودية بناء على هذا الحديث، أن نستطلع بعض الأراء التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه التصريحات، أتمنى أن تبقى معنا، حيث كتب الكثير عبر تويتر وغيره أيضا من مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن من تويتر انتقينا هذه التغريدات. ما كتبه تركي الشلهوب يقول: سابقا عادل الجبير وهو وزير الخارجية السعودي السابق كان يقول على الأسد أن يختار بين الرحيل سياسيا أو عسكريا، الآن فيصل بن فرحان وهو وزير الخارجية السعودي الحالي يجب أن تعود سوريا إلى حضنها العربي، نظام بن سلمان يناقض نفسه ويغير مواقفه كالذباب والمرتزقة تماما. داود البصري أيضا في تغريدة أخرى عبر تويتر كتب يقول: غرائب وتحولات السياسة السعودية في الملف السوري أمر مثير للعجب، فشمال شرق سوريا الطافح بغالبية عشائر عربية موالية تاريخيا للسعوديين أصبح تحت هيمنة عصابات أوجلان الكردية الإرهابية وبدعم سعودي. يتساءل أيضا داود: لماذا تتخلى السعودية عن عمقها العربي في الشمال الشرقي السوري؟ وما هذه العبقرية في الغباء كما يقول؟ أيضا تغريدة أخرى هذه المرة لعبد الرحمن الخطيب يقول فيها: وزير الخارجية السعودي يقول: ندعم عملية ترعاها الأمم المتحدة حيث تنخرط المعارضة مع حكومة بشار الأسد، يعني بعد 10 سنوات واستشهاد مليون وإصابة مليون بعاهة دائمة واعتقال مليون وتشريد 20 مليون وتدمير سوريا وحرق البشر والشجر والحجر، يريدون من هذا الشعب أن يعود لحكم هذا الطاغوت.
خالد الزعتر كتب: ما يحدث في سوريا هو استنزاف للأمن القومي العربي. لا تحتمل المنطقة العربية استمرارية حالة الصراعات التي أحدثت شرخا قويا في المعادلة الأمنية العربية، وتفتح المجال أمام التغلغل الخارجي للعبث بالأمن القومي العربي، وهو ما يفرض إيجاد تسوية عاجلة للملف السوري. أما إياد أبو شقرة فكتب: إيران، سوريا، لبنان، يريدون حكومة لا تحكم وتوافق بلا وفاق، طالما أن غاية كل تسوية مقترحة أو تنازل مطروح ديمومة الاحتلال وكل وطن، وأنتم بخير. هذه التغريدة نكتفي بأيضا هذه التغريدات، ونعود إلى ضيفنا مرة أخرى عبر سكايب السيد باسل حفار، مدير مركز إدراك للدراسات. سيد باسل، ما هو شكل التسوية التي من الممكن وأن تجمع المعارضة السورية بالنظام السوري، خاصة أن الطرفين لا يقبلان أصلا ببعضهما البعض؟ نعم، التسوية الحالية المطروحة أيا كانت، يعني هناك يعني لابد من القول أن هناك أكثر من تصور لنوعية التسوية التي يمكن أن تجري في سوريا أو يمكن أن تمضي بها الأمور في سوريا. هي بطبيعة الحال أيا كان نوعية أو شكل هذه التسوية هي مستندة، لا يمكن أن لا تستند إلى القرار 2254، قرار مجلس الأمن 2254، وهو إلى حد الآن تقريبا أكثر وثيقة أو أكثر معطى هناك حالة من الإجماع عليه من مختلف الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية السورية، بمعنى أن كل الوثائق وكل اللقاءات وكل المؤتمرات وكل الحلول المطروحة في المشهد السوري تؤكد على الالتزام ب 2254، بينما قد تختلف على أشياء أخرى أو على وثائق أخرى. 2254 ينص قانون مجلس الأمن 2254 ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية، ينص على إحداث تغيير في السلطة وطريقة الحكم في سوريا، وبالتالي وبناء عليه أي نوعية من أي شكل أشكال التسوية في المشهد السوري سواء بمشاركة النظام أو بدون مشاركة النظام هي عمليا سيكون فحواها إحداث نوع من التغير في صلاحية رئيس الجمهورية بشار الأسد، وربما إزاحته أو استبداله بمجلس حكم أو بقاءه في السلطة ونزع الصلاحيات عنه إلى مجلس حكم يتمتع بصلاحيات بديلة تقوم مقام الرئيس لحين مرور الفترة الانتقالية أو ما شابه. هذه التفسيرات الأساسية أو التفسيرات الطبيعية أو التي يمكن أن سوقها بخصوص تفسير تطبيق 2254. هذا لا يمنع أن هناك تفسيرات أخرى تقدم بها أحيانا الإيرانيون أو تقدمت بها أطراف أخرى لا تتضمن إحداث تغيير فعلي في طبيعة النظام أو تركيبة النظام أو صلاحيات بشار الأسد، وهي بشكل أو بآخر فقط تعيد إنتاج النظام بطريقة يعني عملية إخراج فقط جديدة لإعادة سيطرة النظام على كامل الأراضي السورية واستمراره في الحكم، لكنها لا تملك هذه النوع من الطروحات، لا يملك الأرضية لتطبيقه، بمعنى أنه اليوم بشار الأسد يعني عدد السوريين الموجودين ضمن دائرة حكم بشار الأسد لا يتجاوز 30%، عدد الأراضي التي مساحة الأرض التي سيطر عليها النظام أيضا ليست بالكبيرة نسبة للأطراف الأخرى، الموارد الطبيعية السورية مثل النفط والغاز كثير منها خارج إطار سيطرة النظام، النقاط الحدودية خارج سيطرة النظام، المحيط الإقليمي للنظام وكثير من الدول في مقدمتها الدول الأوروبية وأمريكا لديها موقف سلبي جدا من النظام و لديها موقف سلبي من خطط النظام المستقبلية مثل الانتخابات الرئاسية وغيرها، وبالتالي فمسألة البت في تسوية من نوع معين الآن بخصوص النظام يبقى فيها النظام شريكا في السلطة لا يبدو مسألة يعني بالسهلة أو البسيطة، رغم هذه الدعوات التي تأتي من دول لها وزنها في المنطقة مثل السعودية أو الخليج، دول الخليج بشكل أو بآخر. أظن أنه أي تسوية هي هنا المسألة أستاذ باسل متعلقة هي المسألة أحيانا أيضا متعلقة بالجهة التي تقوم بتقديم هذا المقترح، بمعنى إيران مثلا هي موجودة في الأزمة ومنخرطة بها والمعارضة ترفض وجودها على الأراضي السورية فلا يمكن أن تقبل بها المعارضة، على عكس ما أن تأتي مثلا جهة محايدة على الأقل مثل الأمم المتحدة ومسارات مثل مسارات جنيف وغيرها كذلك من المسارات. ممكن من الأمر هنا مختلف تماما عن أن تقوم روسيا أو إيران بطرح أي فكرة أو مقاربة للحل في سوريا. صحيح صحيح، وهذا ما قصدته، بالتالي أي يعني ما أقصده هنا
أن المقاربة السعودية أو غير السعودية، أي دولة أو جهة سوف تحاول أن تقدم مقاربة أو رؤية لتصور أو تسوية من نوع ما في الحالة السورية، ستكون مستندة بشكل أو بآخر إلى قرارات الأمم المتحدة، إلى 2254 وغيرها من القرارات الدولية، وهذه القرارات هي بشكل أو بآخر تجرم استخدام البراميل، تجرم استخدام الكيمياوي، تجرم الوضع الإنساني، الطريقة التي تعمل فيها النظام، تنزع، تشير إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي، تشير إلى إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، تشير إلى مشاركة المعارضة في السلطة، تشير إلى إجراء انتخابات نزيهة، تشير إلى كثير من الأمور التي لا تتفق بالضرورة مع رؤية النظام وحلفائه بالنسبة لمستقبل الوضع في سوريا أو مستقبل التسوية في سوريا. يعني من هذه النقطة من الممكن أن تنطلق في النهاية المملكة العربية السعودية بناء على بالضبط. هذه القرارات الدولية، ولكن قد يسأل البعض أستاذ باسل، ألا يمكن أن تنطلق المملكة العربية السعودية من منطلق أقرب يكون للمعارضة، وهي التي كانت يوما تحتضن اجتماعات بغض النظر لمن، لأي جهة في المعارضة، ولكنها كانت تحتضن وتتبنى رؤية المعارضة ضد بشار الأسد في يوم من الأيام؟ نعم، وأنا أعتقد أنه ما زالت المملكة العربية السعودية هو طبعا بطبيعة الحال لا زالت تحتضن أصلا جزء كبير من السوريين من المعارضة، وهي لها دور كبير جدا في تطويق المشكلة أو الحالة الإنسانية على الأقل في المشهد السوري، وأيضا لها دور في كثير من الملفات الأخرى. لا يمكن التقليل من شأن الدور السعودي بأي حال من الأحوال، سواء اختلفنا معه أو رضينا به، لكن هو دور مهم وضروري، وهناك يعني دور لا ينكر في مسار القضية السورية، وهذا الدور ما زال قائما. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المقاربة التي يمكن أن تقدمها السعودية، عملية الإخراج مهمة هنا، يعني بمعنى النظر إلى الهدف النهائي مباشرة، النظر إلى مباشرة إلى ما يمكن أن تنتج عنه هذه المقاربة، بالقول أنه السعودية سوف تذهب باتجاه تطبيق أو إرضاء المعارضة أو توجيه ضربات من نوع معين لبشار الأسد ونظامه من خلال مقاربة معينة وما إلى ذلك، هذا كله يصب في الهدف النهائي، لكن كيفية الدخول إلى هذا المسار أصلا، مسار التسوية، هذا أيضا مسألة أخرى، بمعنى أنه قد يتضمن أن توافق السعودية كما كنا نقول قبل قليل على عودة النظام إلى الجامعة العربية أو الانفتاح عليه عربيا، قد يتضمن أشياء أخرى تقدمها السعودية للنظام في مقابل أن يقدم النظام على تسوية سياسية. أما كيف يمكن أن تنتهي هذه التسوية السياسية، الأمر سيأخذ وقتا، والوضع السوري بطبيعة الحال معقد جدا جدا جدا، وهناك تداخلات ليست بالسهل، هناك دول عظمى متداخلة بالشأن السوري ومتواجدة على الأرض السورية اليوم، هناك ظروف حرب قائمة في الحالة السورية يمكن أن تنفجر في أي لحظة إلى مشهد مريع يعني الحقيقة. لذلك لا يمكن تقييم التسويات والمبادرات التي تقدمها الدول خصوصا دولة مثل السعودية بالنظر مباشرة إلى الأهداف النهائية التي يمكن أن تنتج عنها، وإنما يجب تقييم هذه المبادرة في الظروف المحيطة بها حاليا، وكيف يمكن أن تتطور تدريجيا إلى شيء ما. طيب، بالنظر إلى الظروف المحيطة أستاذ باسل، أطرح هذا السؤال كسؤال أخير في مقابلة حضرتك في هذا النقاش، يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مثلا وجود مصطفى الكاظمي وزير رئيس الوزراء العراقي في السعودية قبل عدة أيام، وما زال يجري زيارته على بعض الدول الخليجية، هذه قيل إنها عودة للمملكة العربية السعودية إلى العراق، وربما تصريحات وزير الخارجية السعودي هذه بالأمس كانت عودة للمملكة العربية السعودية إلى الملف السوري، ولكنه قد يبدو الأمر متعلق بالوجود الإيراني في هاتين البلد أو في هذين البلدين، ليس أكثر من ذلك. عفوا، نعم، هو تصريحات الوزير الخارجية السعودي جاءت في إطار مقابلته مع شبكة CNN، شبكة إعلامية، وبالتالي صحيح. هو لم يكن السعودية هي حددت موعد هذه التصريحات وطبيعتها، هو أجاب على سؤالات طرحتها هذه الشبكة الإعلامية. لكن في هذا الإطار يجب أن نقول أنه قد يبدو يعني للوهلة الأولى أو من الخارج وكأن السعودية تراجع دورها في الشأن في الحالة السورية أو في الشأن السوري، والآن هناك عودة وما شابه. الحقيقة هذا الأمر ليس دقيقا، طوال الفترة الماضية السعودية كانت معنية تماما ومتدخلة بشكل كبير بالشأن السوري ومعنية به بشكل أو بآخر، أحيانا اتخذ هذا التفاعل مع الشأن السوري شكل الوضع بشكل كان واضح وظاهر وما إلى ذلك، وأحيانا كان لا يجري بطرق أخرى ضمن الأروقة الدبلوماسية والأروقة السياسية وما إلى ذلك، لكن في الحالتين
كانت السعودية على طول الخط طوال الفترة الماضية لها دورها الواضح أو المعروف بالشأن السوري، ولا أظن أن نحن أمام حالة تخلي وعودة وما شابه، لكن بالتأكيد هناك من وقت لآخر هناك تصريحات أو هناك طروحات تأخذ طابعا معينا من الوضوح أو من يعني المبادرة، فيها نوع من المبادرة نحو مسار معين أو اتجاه معين، ونتيجة لهذا الأمر تلقى اهتماما أو تركيزا أكثر من فترات أخرى. هو أستاذ باسل، حتى وإن كانت هذه التصريحات قد قيلت في مقابلة إعلامية، إلا أنه الوزير السعودي عادة ما ينطلق في حديثه من أمور استراتيجية يكون مخطط لها أصلا مسبقا، ويعرف بالضبط البلد أين سيكون توجهها. وأنا طرحت السؤال الأخير فقط لأنه في 30 مارس، يعني قبل نحو أسبوع من الآن، نفس الوزير، وزير الخارجية السعودي، قد صرح أن على إيران أن تتوقف عن التغيير الديموغرافي في سوريا. أشكرك جزيلا على حضورك معنا عبر سكايب، باسل حفار، مدير مركز إدراك للدراسات. شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هذه الفترة من المشهد، ودعونا مشاهدينا نتوقف عند فاصل ومن ثم نعود. مشاهدينا من جديد نرحب بكم في هذه الفترة من المشهد، ولازلنا نتابع تداعيات تصريحات وزير الخارجية السعودي بشأن الوضع في سوريا. دعونا بداية نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. أثارت التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بخصوص علاقة بلاده مع النظام السوري الكثير من الاهتمام والجدل، حيث أكد أن المملكة تأمل أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي، لأن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سوريا. وزير الخارجية السعودي أضاف أيضا في تصريحاته ضمن مقابلة لقناة CNN الأمريكية إن هناك عملية ترعاها الأمم المتحدة بحيث تنخرط المعارضة مع الحكومة السورية، موضحا أن السعودية تدعم هذه العملية، مشيرا إلى أن جميع الدول المنطقة وعلى رأسها السعودية بحاجة إلى استقرار سوريا، وهذا يتطلب تضافر الجهود الدولية والسورية نحو اتخاذ حل وسط لضم المعارضة في خطط حل الأزمة ورسم مستقبل البلاد. وفيما يخص قانون قيصر، أكد بن فرحان أن القرار أمريكي المصدر والسيادة، والأمر في رفع العقوبات التي ينص عليها يعود لواشنطن. محللون يرون أن تصريحات الوزير السعودي والمصطلحات المستخدمة من قبيل حكومة بشار الأسد وتأكيده على دور النظام السوري في حل الأزمة يوضح بشكل جلي تغيرا في الخطاب السعودي نحو بشار الأسد ونظامه في ظل كل التغيرات السياسية ومعادلات النفوذ في الحرب السورية، وعلى رأسها تمدد وتعاظم النفوذ الإيراني في المنطقة مستفيدا من وضعه وتحالفاته من وراء الأزمة السورية. عودة الخطاب الدبلوماسي الهادئ بين السعودية والنظام السوري قد يؤذن أيضا حسب محللين بالتمهيد ولو بعد أمد لعودة سوريا إلى مقاعد جامعة الدول العربية، وتمهيدا أيضا لعودة العلاقات العربية الرسمية مع النظام السوري. فهل سيحدث ذلك؟ بعد متابعة هذا التقرير أرحب بانضمام ضيفنا عبر سكايب عباس شريفة، الباحث في مركز جسور للدراسات. أستاذ عباس، بداية أهلا بك معنا. تحياتي لك وللإخوة المشاهدين. أهلا بك. كيف تقرأ بداية توقيت هذه التصريحات لوزير الخارجية السعودي، وهي المتزامنة بالمناسبة مع حديث منذ أيام لوزير الخارجية الإماراتي بأن عودة سوريا إلى محيطها أمر لابد منه؟ بداية، يعني هذه التصريحات هي تأتي في سياق التواصلات التي حدثت بالأمس بين السعودية وروسيا. كان هناك تحرك دبلوماسي روسي على الخليج العربي ولقاءات على مستوى وزراء الخارجية، والتقى أيضا بوزير خارجية قطر من أجل إعادة النظام إلى الحضن العربي وإعادة الجامعة العربية. لكن على ما يبدو أن جولة لافروف اصطدمت برفض خليجي مبدئي واشتراط هذه العودة باتمام والسير في
السياسي، إذ أن عودة النظام الآن بوضعه الحالي بدون حل سياسي، بدون استقرار في سوريا، لا يمكن أن يكون مفيداً. فأرى أن التصريحات السعودية والتصريحات الإماراتية هي تأتي في سياق الرد على الطلبات الروسية المتكررة من أجل إعادة تأهيل النظام وتعويمه وإعادته إلى حضن عربي. يبدو أن الخليج العربي أو دول الخليج لا تريد أن تصطدم مباشرة مع الرغبة الروسية، وتحاول أن يعني تشترط لإتمام هذا الأمر أن يكون هناك تغير ملموس في سلوك النظام ومشي النظام في قضية الحل السياسي. لكن أستاذ عباس، وزير الخارجية السعودي نفسه كان يتحدث منذ أيام وانتقد المشروع الطائفي الإيراني في سوريا، وتحدث عن مسألة التغيير الديموغرافي كما قال الذي تقوم به إيران في سوريا، وقال أنه يجب أن يتوقف. هل إيران في النهاية باعتقادك هي من دفعت المملكة العربية السعودية إلى هذه التصريحات الجديدة وإلى هذا التغير في لهجة النظام في المملكة العربية السعودية باتجاه النظام في سوريا؟ لا شك أن هناك مقاربة، كان هناك مقاربة خليجية تقول أنه يمكن فصل نظام الأسد عن إيران، أنه يمكن نحن أن نقوم باحتواء النظام وبإجراء حل سياسي مقابل أن يقوم النظام بإخراج إيران. لكن تبين أن النظام أضعف من أن يستطيع إخراج إيران من سوريا. لذلك اليوم إحنا أرى أنه هناك فصل في الملفات بالتناول الخليجي للملف السوري بين ملف النفوذ الإيراني وملف التواجد وسلوك إيران في المنطقة عموما، وبين قضية سوريا بالأساس التي إيران تشكل جزء من هذه القضية. لكن يبدو أن السعودية وكعادة السياسة السعودية التي لا تتجاوز دائما القرارات الدولية وتحاول أن تمشي ضمن منظومة القرار والحلول الدولية التي يقررها المجتمع الدولي، هي تريد إعادة النظام أو إعادة سوريا للجامعة العربية من بوابة الحل السياسي وفق القرارات الأممية وفق الرؤية الأمريكية، إذ أن السعودية المملكة العربية السعودية لا زالت ملتزمة بالرؤية الأمريكية للحل القائمة على إنجاز الحل السياسي. لكن هل تعود باعتقادك أستاذ عباس سوريا إلى الجامعة العربية مرة أخرى؟ هذا الأمر لم يتم التلميح به الآن، وإنما أصبح حديث الساعة في وقتنا الأوقات القريبة. أعتقد أن هناك ممانعة أمريكية واضحة ورفض أمريكي واضح للتعامل مع النظام، ووجود قانون قيصر ووجود التحذيرات الأمريكية التي حذرت أكثر من دولة. هناك دول كثيرة حاولت أن تتواصل مع النظام، لكن على ما يبدو أن وجود قانون قيصر كما يعني ذكر وزير الخارجية الإماراتية أن الذي يحول الآن بين إعادة النظام للحضن العربي والجامعة العربية هو وجود قانون قيصر الذي يعاقب كل من يتعامل مع النظام ويقدم دعم للنظام. لذلك لا أعتقد ولا أرجح أنه في المدى المنظور يمكن للنظام، هذه محاولات كثيرة تم محاولتها ولكن باءت بالفشل. القضية مرتبطة بالحل السياسي، إعادة سوريا الآن بهذا الوضع الممزق، 5 جيوش على الأرض، حالة من الحرب، نظام فاقد الشرعية، هو عبء على الجامعة العربية وهو نقل الأزمة السورية إلى داخل الجامعة العربية بدل من حلها. اسمح لي أستاذ عباس، أرحب بانضمام ياسر الفرحان معنا عبر الهاتف، وهو عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري. سيد الفرحان، أهلا بك معنا. هذه التصريحات من وزير الخارجية السعودية الذي قال إن بلاده تأمل أن تتخذ حكومة الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي، كيف قرأتموها وكيف قرأتم توقيتها أيضا؟ منذ البداية تعطل الحل السياسي، لكن الدعوات الدولية تأتي في إطار الدبلوماسية المتكررة لحث الأسد على المضي بالانتقال السياسي وفقا لمرجعية القرارات الدولية 2254 و2118 وبيان جنيف. هذا تكرر مرارا وتكرارا من كل الأطراف في المجموعة الدولية، وأيضا تكرر تعطيل الأسد للعملية السياسية منذ البداية ولعقد مضى من الزمن. ما زال الشعب السوري يدفع ثمن هذا الصمت الدولي
هذه الدعوات من دون اتخاذ إجراءات تلزم الأسد بالأنصياع لمرجعية القرارات الدولية لن تنفع شيئا، وبالتالي على كل الدول أن تتخذ إجراءات. يعني على سبيل المثال الآن بدأت إرادة دولية تظهر بتفعيل مسارات العدالة باتجاه المساءلة والمحاسبة وبإخضاع شخصيات من حكومة نظام الأسد إلى محاكمات في دول تنظر بموجب تشريعات الوطنية بملاحقة مجرمي الحرب، وأيضا الدعوات التي تكررت من هولندا وكندا بمناسبة عدم التزام النظام باتفاقية مناهضة التعذيب الموقع والمصادق عليها، وبالتالي يعني المضي باتجاه محاسبته بعد يعني انذاره بعد توجيه رسائل متعددة بسبب انتهاكه لهذه الاتفاقية، وأيضا تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أثبت بأنه استخدام الأسلحة الكيميائية ما كان يتم بسوريا لولا أوامر من القيادة العسكرية العليا، وبالتالي مجرم حرب أصبح مستخدم للنظام الكيميائي، أصبح بموجب تقارير دولية واضحة أدلة دامغة تتحدث عنها منظمات وليس أفراد، هناك محاكمات، وبالتالي يعني كل هذه تضع كل الدول الصديقة تحت مسؤوليات المضي بالمسألة والمساهمة والمحاسبة، وبالتالي إذا كانت هذه أصبحت الغاية منها الضغط من أجل رحيل الأسد فهذا جيد، وغير ذلك فبالتأكيد هي لن تبقى. ولكن هي أستاذ ياسر تأتي في إطار دعم العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة كما قال وزير الخارجية السعودي، ماذا يمكن أن يفهم من هذا؟ هل المطلب هنا رحيل الأسد؟ بالتأكيد لا. لا بالتأكيد نعم، لأنه القرارات الدولية تنص على أنه هدف العملية السياسية الوصول إلى هيئة حكم انتقالية كمن الصلاحيات التنفيذية، وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 862 بدورتها 67 هيئة الحكم الانتقالي تشمل سلطات الرئاسة والحكومة، وتتشكل بالتوافق والتراضي بين الطرفين، المعارضة ترفض أن يستمر الأسد بالسلطة، وأي حل لا يقبل به الشعب السوري غير قابل للتطبيق، وبالتالي يعني منذ أن خرج الملايين يطالبون برحيله، وبعد ارتكاب كل هذه التضاعات والجرائم لم يعد ممكنا القول بحل يبقي الأسد في السلطة بسوريا، وبالتالي يعني حينما تدفع أي دولة صديقة لتطبيق القرارات الدولية لتحقيق الانتقال السياسي للمضي بالعملية السياسية، فنحن نفهم بأن هذه العملية بالتأكيد بالنتيجة ستنتهي برحيل الأسد، ودون ذلك لما قاوم الأسد وماطل طيلة الفترة الماضية الحل السياسي ومضى بالحل العسكري، مضى بارتكاب جرائم لأنها هي الوسيلة الوحيدة التي تبقيه في سدة الحكم بسوريا على دماء وأشلاء أطفالها ونسائها. طيب سؤال أخير لو سمحت أستاذ ياسر، هل من الممكن أن تتواصل المملكة العربية السعودية مع النظام بشكل مباشر باعتقادك؟ هذا لم يعد ممكنا أطلاقا لأي طرف دولي، لأن هناك عقوبات اقتصادية تفرض، وقد حاولت بعض الدول مثلا روسيا حاولت أن تعيد الأسد إلى جامعة الدول العربية، تعيد علاقاته إلى بعض الدول العربية وبعض من أطراف المجتمع الدولي، لكن يعني القوانين العقوبات التي تعاقب ليس فقط الأسد بل المتعاملين معه أيضا، وبالتالي يعني أصبحت مناط مسؤولية كل هذه الأطراف الدولية. ولكن أستاذ ياسر أيضا أنتم في المعارضة، هل لديكم أي استعداد للجلوس مع النظام السوري في إطار أي تسوية ربما جديدة تطرحها مثلا المملكة العربية السعودية؟ الجلوس للتفاوض على رحيله، الجلوس لتطبيق الحل السياسي وفق مرجعية القرارات الدولية، هو من يرفض الجلوس لأنه يعرف بأنه هذا الجلوس سيفضي إلى رحيله، يعني ليس الجلوس لإجراء تسوية تبقي على الأسد، هذا مرفوض كليا من المعارضة بكل أطيافها وأفرادها طيلة الفترة الماضية، يعني المجلس الوطني ثم الائتلاف ثم هيئة التفاوض، والآن الائتلاف يكرر دعوته في أكثر من مرة ومناسبة بأنه يعني من غير المقبول إطلاقا أي حل يبقى على الأسد بالسلطة، لأنه هذا ما راح يعيد 14 مليون سوري غادروا مناطقهم، هذا ما راح يعيد الاستقرار والأمان والسلام في سوريا والمنطقة، هذا ما راح يعني يعيد الحالة المعيشية المتوازنة للشعب السوري التي بدأت تظهر حتى في مناطق سيطرة النظام الآن، يعني خط جديد، احنا ثورتنا ب 2011 كانت ثورة كرامة، الآن تظهر ثورة جياع بصراحة، يعني غير ممكن، يعني أي حل غير ممكن غير واقعي،
أن يبقى الأسد بالسلطة، وبالتالي المعارضة تفرض الشعب يرفض. نعم سيد ياسر. وحتى الأطراف الدولية تدرك ذلك تماما. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة عبر الهاتف ياسر الفرحان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري. وأعود مرة أخرى إلى ضيفي عبر سكايب عباس شريف، الباحث في مركز جسور للدراسات. أستاذ عباس، باعتقادك إذا كان هنالك من مقاربة للحل السياسي تطرحه المملكة العربية السعودية، من وجهة نظرك ما هي هذه المقاربة؟ خاصة وأن الوزير تحدث عن ضرورة إيجاد حل أسماه بالحل الوسط، يكون حلا سياسيا لهذه الأزمة الممتدة على مدار 10 أعوام. أعتقد أن الموقف السعودي يعني تطور كثيرا في المراحل السابقة، كان هو ضد النظام بشكل قطعي، لك ثم تطور وأصبح يعني هناك مقاربة أن فصل إيران عن النظام، ثم تطور الآن وصار في قناعة عند يعني الأشقاء في المملكة العربية السعودية أنه لا يمكن الفصل بين النظام وإيران. النظام اليوم خاضع لإيران خضوعا تاما، لا يمكن أن يتحرك إلا بتوجيهات وأوامر إيرانية، وعملية الفصل هي عملية شبه مستحيلة. لذلك بدأت المقاربة السعودية هي قريبة إلى المقاربة الأمريكية التي يعني ممكن تسمح لبشار الأسد أن يترشح، لكن ضمن بيئة آمنة، ضمن يعني شروط تمكن المعارضة أيضا من المشاركة في هذه الانتخابات. المهم أن يكون هناك حل سياسي يعود بالاستقرار على سوريا. هناك ليس الشكل هو الذي يهم المملكة العربية السعودية بقدر ما هو أن ينتج عن هذا الحل عملية استقرار، ويكون ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة وبيان جنيف. إذ لحد الآن كما يتضح الرؤية السعودية الحالية لا تختلف ولا تخرج عن الرؤية الأمريكية. هو الوزير أستاذ عباس في المقابلة مع CNN أشار إلى أن الحل هو العملية السياسية التي تجريها الأمم المتحدة، وتحدث عن دعم بلاده أيضا لهذه العملية. لكن هل ستكتفي عفوا المملكة العربية السعودية فقط بدعم العملية التي تقوم بها الأمم المتحدة، أم من الممكن أن تسعى المملكة إلى إيجاد حل في مسارات أيضا مختلفة؟ لا أعتقد ولا يبدو لحد الآن أن المملكة العربية السعودية ستستعيد دورها العربي في المشاكل العربية. هي الآن مشغولة في قضية اليمن، مشغولة في بعض المشاكل، الملف السوري تقريبا يعني هم خرجوا منه دول، يعني في المرحلة اللي كان في الملف هو بأيدي الدول العربية. نحن نتطلع نستعيد الدور العربي، استعادة الدور العربي اليوم مهم جدا، لكن هذا الاستعادة هو مرتبط كان بالمصالحة الخليجية. الآن تمت هذه المصالحة الخليجية، هل يمكن أن ينتج عن هذه المصالحة أن يكون هناك استراتيجية مشتركة بين قطر وبين السعودية وتركيا لتنعكس على سوريا؟ صراحة هذا متعلق أيضا بمقاربات إقليمية ودولية، متعلق بتقارب تركي سعودي باعتبار أن تركيا اليوم هي دولة إقليمية ولها حدود مع سوريا، والتأثير حيكون عن طريقها. أيضا قطر لها نفوذ وتأثير في سوريا، يعني يجب أن تكون المقاربة منطلقة من الشراكة والرؤية المشتركة لهذه الدول. بهذه الحالة يمكن، أما إذا كان الدور منقطع عن الدور القطري والدور السعودي والدور الأمريكي، فيمكن أن يكون أن يشكل يعني إضافة يعني تدخل برؤية مغايرة لا يمكن أن ليس لها رافعة قوية. التوقيت الذي تأتي فيها هذه التصريحات أيضا أستاذ عباس هو توقيت مهم، وأن كنت أنا قد تساءلت عنه، ولكن إلى أي مدى من الممكن وأن هذه التصريحات وهذه المقاربة للحل السياسي من قبل المملكة العربية السعودية للأزمة السورية، إن كان هنالك من مخطط، طبعا نحن لا نعرف بعد، ولكن إن كان هنالك فعلا من مخطط، هل يرتبط بشكل أو بآخر برأيك بوصول جو بايدن إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا السياق الزمني مرتبط برغبة أمريكية بإغلاق الملفات. شفنا أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت بوقف إطلاق نار في اليمن، رفعت التصنيف عن جماعة الحوثي، أرادت أن تدخل بحوار أيضا مع إيران. هناك عملية يعني هناك سياسة أمريكية ورؤية أمريكية تسكير ملفات الشرق الأوسط ومنها الملف السوري، ويمكن أعتقد أنهم أيضا بدأوا يطرحوا رؤية جديدة أيضا للحلف الأمريكية. إذ أن
الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مشغولة في مشاكل الصين ومشاكل بحر الصين، لذلك منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لهم الآن هي منطقة تهدئة، والتهدئة لابد أن تكون بأدوات محلية وبفاعلين إقليميين، المملكة العربية السعودية هي على رأس هؤلاء الفاعلين والأكثر تأثيرا في المنطقة العربية. على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية، كيف وجدتم حديث الوزير السعودي عن قانون قيصر عندما قال في المقابلة إنه قانون اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بناء على موقفها في سوريا، ولكن الحل كما قال الوزير هو حل سياسي؟ يعني هو في مناقشة أيضا بين المملكة العربية السعودية وروسيا لتقديم مساعدات للنظام لرفع الحصار الاقتصادي لفتح العلاقات، على ما يبدو أن المملكة العربية السعودية دائما تذكر روسيا وتذكر النظام، تذكر حلفاء النظام أن هناك مشكلة، أنك لا يمكن نحن أن نحل مشكلة النظام. مشكلة النظام أساسا هي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقانون قيصر لسنا نحن من سن هذا القانون، إنما هو قانون أمريكي، ولا يمكن ندخل بمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية ونتعرض للعقوبات ونتعرض للضغوطات الأمريكية من أجل فك الحصار ومن أجل يعني تفصيل الحل على مقاصد النظام. البوابة لابد من الحل السياسي، كيف نخرج من تبعات قانون قيصر، كيف يمكن النظام أن يساعد نفسه أن يلتزم النظام بالحل السياسي. هذه هي الرسالة السعودية الواضحة ولا أكثر من ذلك. سنرى شكل وطبيعة المقاربة الجديدة للحل إن كانت موجودة فعلا لدى المملكة العربية السعودية بشأن الأزمة في سوريا. أشكرك جزيلا على حضورك معنا عبر سكايب، عباس شريفة الباحث في مركز جسور للدراسات، شكرا جزيلا لك، والشكر كذلك موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في المشهد لهذا اليوم. هذه أطيب المنى، في أمان الله.